نشر خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج حسب ما ذكرت رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أيضاً أن يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المدينة المنورة حيث يؤدي الصلاة في المسجد النبوي الشريف ويزور قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وده قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج. أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة لاستمرار ضخ اللحوم في المنافذ التموينية خلال أيام العيد، وهو تلبية لاحتياجات المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى 2 طن بكل مجمع بسعر 285 جنيه السوداني، واللحم المفروم والكبدة بسعر 285 جنيه، كما يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيه والضاني المجمد أورجواي بسعر 335 جنيه والضاني البلدي ب 360 جنيه واللحوم الهندية المجمدة بسعر 220 جنيه للكيلو. ومن جانب آخر، قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها، وهي السودان وجيبوتي وأورجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية، وإن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية ويتم تغذيتها بالعلف المصري ثم يتم ذبحها في محجر توشكا وسفاجة، وأن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هي هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين بتسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر، وتقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص، مع العلم أن العجول تصل إلى محجرين هما سفاجة وتشكى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد يوم الجمعة استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. ومتوقع غداً أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الجمعة، فالقاهرة العظمى 43 درجة والصغرى 28، والأسكندرية العظمى 36 والصغرى 24، ومطروح العظمى 36 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 31.